من بداية الأسرة الرابعة وفضل المصري القديم يستخدم الشن أو الخرطوش الملكي يحوط به اسم الملك، ومن قبلها من بداية التاريخ كان بيستخدم شكل السيرف، هو شكل مستطيل بيحط جواه لقب الملك وفوقيه حورس اللي بيحمي القصر. مع تطور الحضارة المصرية القديمة وخصوصاً في عصر بناة الأهرام، بدأت ترسيخ فكرة تقديس رع، ولأن الشمس أبدية كان لازم اسم الملك يحظى بالأبدية ويبقى واضح زي الشمس. علامة الشن هي الدايرة الأبدية اللي بتحاوط اسم الملك، وأصبحت رمز من الرموز الدينية اللي بتدي الملك الحماية. لكن من الناحية العملية، شكل الدايرة كان صعب إن يحتوي على كل العلامات اللي بتكون اسم الملك، ولجأ للشكل الأسطواني اللي شافوا الفرنسويين إنه شبه طلقة الأسلحة النارية وسموه الخرطوش. لكن المصري القديم أطلق عليه كلمة رن يعني اسم، وأصبح لكل ملك شنة ورنة.